اشمعنى المحتوى الديني اللي توجهتي ليه؟ انتي بتقولي دلوقتي الناس بتقدم محتويات مختلفه، صعب انه اللي بيقدم محتوى يقتنص او يستهدف حاجه معينه، محتوى مفيد. ايه اللي خلاكي تتوجهي ان انتي تعملي ده رغم انه ده صعب ان احنا نحقق ليه مشاهدات، صعب ان احنا نلاقي جمهور بيقدر يسمع ويفهم ويقدر ده في الوقت اللي موجود فيه، عالم مفتوح كل حد بيقدم اي حاجه. صحيح، هو يمكن فعلا المحتوى الديني الى حد ما ممكن يكون متابعينه اقل بكتير من مثلا محتوى الطبخ والتجميل والكلام ده. هو ده اللي انا عايزه اقوله، انت تعرف قدراتك وايه القيمه اللي انت قادر تقدمها، وانت تفكر انت بتعمل ده علشان شهره وعلشان حاجه معينه، ولا علشان انت عندك قيمه وعايز توصلها. فتقعد مع كل انسان يقعد مع نفسه يعمل وقفه، انا بعمل كده ليه؟ انا اصلا بنزل من بيتي بسعى وبشتغل ليه؟ ماشي، الفلوس مهمه جدا عشان تقدر تكمل حياتك، بس ما تحولش الوسيله لغايه. الفلوس مهمه علشان تكمل حياتك، مش انت بتنزل عشان تعمل فلوس. فهو ده اللي يخلينا نعرف قدراتنا ونعرف ايه القيمه او المنح اللي ربنا اداها لنا علشان نكون خلفاء ليه في الارض، من كل انسان خليفه لله في الارض، علشان يحقق مراد ربنا منه. عشان كل واحد يحقق مراد ربنا منه في الدنيا لازم يعرف ايه هي قدراته ويشتغل عليها، زي ما سيدنا يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو عارف أنا قدها، أنا هقدر أعمل ده. فأنت ما تروحش تحمل نفسك مسؤوليات أنت مش قدها، كل مسؤولية بتروح أنت حاطط نفسك فيها هتتحاسب عليها. فلو أنت مش قدها ومش القدرات دي مش هتقدر تأدي الرسالة أو المهنة أو الشغل اللي أنت بتعمله ده، ابعد فوراً.